الإذاعة التونسية الحقيقة هي شريك فعل واستراتيجي لمهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية ومهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. الدورة هذه الحقيقة خليني أقول مشاركة متميزة جدا. علاش؟ لأنه السنوات الفارتة يعني دور الإذاعة أو مشاركتها ما كانتش كما ينبغي. إذا كان مش نخزره أو ننظره لكونها هي شريك فعل واستراتيجي. حبيت أنا سنة الحقيقة لأني حضرت يعني عكس عمي وربما جيت نلقى ديجا المهرجان حاضر وشركتنا كانت ضعيفة ياسر حتى النتائج في المسابقات كانت ضعيفة. دونك كلي سنة حاولت من الأول باش تخدموا على قاعدة صحيحة حتى تكون هذه المشاركة جيدة أو على الأقل نأمل. ثم هذا المهرجان في دورته 24 نصرة لفلسطين، وإحنا الحقيقة عمناو اللي احتفلنا بمرور 85 سنة على انبعاث الإذاعة التونسية تحت عنوان أو تحت شعار كلنا فلسطين، وكان بالتوازي مع خليني نقول مش بالتوازي جاء معناها وقتها في بداية تلك الحرب الصهيونية الغاشمة والظالمة على قطاع غزة. سنة كذلك عندنا مشاركة في كل المسابقات، والحقيقة هي ربما الإذاعة تشارك في العادة في كل مسابقات، إنما حبيناها تكون مشاركة متميزة حتى نضمن يعني في النهاية كل مسابقة عندك تحب تجيب نتائج يعني عمي ولا كانت نتائج هزيلة جدا. وأنا تغيظني، أنا الإذاعة عبارة كأنها بنتي، نحب تكون مشاركتنا، نحب نفكوا بلاصتنا. فيما يتعلق بالمسابقات، مشاركتنا في المسابقات هي ديما ثم سبعة أنواع تاع مسابقات، سواء كان أطفال سواء كان ثقافة. عندنا كما قلت لك البرامج التربوية، كذلك احنا عندنا 12 إذاعة مش نشغل الإذاعات الجهوية وكذلك الإذاعات المركزية، هوني الشباب والثقافية، كذلك إذاعة تونس الثقافية عندهم كذلك صفاقس المنستير، شكون آخر معناها من الإذاعات، إذاعة الشباب يعني حاضرة وبقوة عندها ذهلي أكثر من مشاركة، وهذا جيد جدا. أنا على مستوى المحتوى، قيمة المحتوى في هذه الأنواع من المسابقات، أعتقد أنه ثم إمكانية باش نفتكوا أكثر من جائزة. خلينا نقول بحول الله، رغم الأصداء اللي وصلتنا أنه المشاركات العربية عموما هي فيها برشة منافسة سنة، حتى أنه رقم قياسي في عدد المشاركات في هذه المسابقات.